صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ كل شي بخير؟ اليوم جيت نفطر في البحر، انتم ما كتشوفوا فطوري المتواضع انا ولدي ورجلي. قلت علاش لا ما نوضش بكري وجيت الفطور وديناه للبحر. انتم ما كتشوفوا هذا الشيء اللي وجدت، حريشات البغرير والبيضات والزيتون. المهم الفطور ديالي دائما هو هذا، وان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال ويعجبكم الفيديو. درت لكم واحد المقطع قصير، شاركت معكم هذا النهار اللي درت. كتشوفوا البحر خاوي، ما كاين فيه حتى شي واحد، قليل باقي، ما غير الناس اللي كيجيو هيدا بكري، وانا كيعجبني نجي هيدا نفطر هنايا. صراحة الماكله كيتكال، و المهم الشهيه كتفتح هنا حدا البحر، ودائما كنجيو نفطروا هنايا. شتي شنو جبرت؟ شوفوا شنو جبرت. سني جبر سعيد وعماد دخلوا يعوموا، الصحاب كما تشوف انا ما دخلتش، هما دخلوا. وجبرت مع واحد الميكا كان خصو يسيبها، يخرجها من ما يسيبها، تعرفوا الناس كيسيبوا صافي الميكات واز ديك الميكا باش يسيبها. جبر فيها الحويتات هادو بجوج ستيت وين، وانا عملتو في هادي، قلت خليهم هنايا نشوف شنو يديروا. عماد وسعيد كيجريوه، عماد اول مره يجي البحيره مع با، كنجيبو غير انا، ودابا جا يبحر معاه، عجبو الحال. دابا كيقولو نتا الاول ولا نتا الاول، شوف باقي عماد. يقول له يلا ضرب صالتو، عماد خصو يضرب صالتو. شوفو كيفاش داير مسحب، بصح البحر مزيون ما شاء الله. كيعلمو كيفاش يعوم. كيعلمو كيفاش يعوم في الرملة، ما تدخلش حتى الداخل، هي في الموجة. السلام عليكم البنات، ان شاء الله يا رب يكون استمتعتوا معنا، وحتى فيديو مقبل ان شاء الله. وتهلاو في راسكم، اجيو تبحروا معنا هنايا في البحر في الفنيدق، اللي ما جاش يجي البحر مزيون. يلا بسلامه، حتى فيديو مقبل.